هل في مؤشرات اوليه بتدل على ده؟ اعراض طبعا. اعراض يعني؟ للاسف احنا عندنا نقطه في انا هقول لحضرتك كذا نقطه، منهم كذا نقطه سيئه يعني، بس انا مش عايز اقلق الناس، ومنهم نقطه هتطمننا خالص. اخر نقطه دي هتخلينا نطمن جدا. النقط ان هو خطر انه الاعراض بتاعته كومن جدا منتشره. يعني احنا لو بنتكلم في الاعراض اللي ليها علاقه بسرطان عنق الرحم، نزيف، الم في الحوض، ممكن يكون في افرازات، ممكن يكون في شعور بالتعب والاعياء، ممكن يكون في تغيرات في حركه الامعاء، كل دي اي واحده ممكن تحس بيها وتكون عرض لحاجه ثانيه خالص. فعشان كده الستات برضو ما بتبقاش متوقعه انه دي لا قدر الله ممكن تبقى حاجه يعني سيئه.